السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، وطبعا ده المنهج الجديد طبقا لاخر تعديل من الوزارة. النهاردة هنشرح من ليسون 6 او الدرس السادس في يونت 1 لحد اخر يونت 1 الجزء الثاني من يونت 1، وهنحل مع بعض بعض التدريبات. وطبعا ده زي ما قلنا درس خصوصي بتاخده وانت قاعد في البيت ببلاش، تقدر تراجع المعلومة مرة واثنين وتلاتة. المهم ان انت تحل الهوم وورك اللي احنا هنقول عليه في الدرس بتاعنا علشان تبقى متابع معانا اول باول. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليسون 6 فيها حاجة اسمها الفاليوز، الفاليوز او القيم. تاني حاجة reading and writing، reading and writing يعني طبعا القراءة والكتابة. الفاليوز او القيم اللي هي الحاجات اللي احنا المفروض نكون عارفين ان هي صح وبنعملها في حياتنا. طبعا هنا بيقول لنا read and identify these definitions. definitions يعني مصطلحات. بيقول لك اقرا وعرف الديفينيشنز او المصطلحات دي. هو مدينا هنا بعض المصطلحات زي مثلا make fun of. make fun of يعني يسخر من. طبعا هنا الديفينيشن او التعريف بتاعها to laugh at someone. to laugh at someone يعني ان انت تسخر من شخص ما. tell secrets. tell secrets يعني ان انت تخبر الاسرار، تفشي الاسرار او تقول الاسرار. to say things someone doesn't want to talk about it. ان انت تقول حاجات خاصة بشخص تاني وهو مش عايز حد يتكلم عنها، مش عايز حد يعرف عنها حاجة. spread rumors. spread rumors يعني ان انت بتنشر الشائعات، بتقول كلام غلط وتنشره على اساس ان انت على اساس ان انت بتتكلم على شخص تاني او حاجة او حد تاني، فبتنشر حواليه اكاذيب، ودي اسمها spreading او spread rumors، ان انت بتنشر اشاعات. والاشاعات طبعا بتبقى حاجات غير صحيحة بتنتشر بين الناس لان في حد قالها والناس صدقتها. فهنا spread rumors او ان انت تنشر الاشاعات الديفينيشن بتاعها او التعريف بتاعها to tell false stories about someone. ان انت تتل فولس ستوريز. فولس ستوريز يعني قصص كاذبة، قصص خاطئة about someone عن شخص ما. طبعا pressure. pressure يعني يضغط على. pressure to try to persuade someone. ان انت تحاول تضغط او تقنع شخص ما. to try to persuade someone ده اسمه ال pressure او ان انت تضغط على حد. listen to take notice of someone. to take notice. take يعني تأخذ notice، ملاحظات عن شخص ما، ده اسمه listen. support. support يعني يدعم. to give help to someone. ان انت تعطي المساعدة لشخص ما. apologize ان انت تعتذر. to say sorry. have fun to enjoy yourself. ان انت تستمتع بوقتك. طبعا في تحت الschedule ده او التable ده، في التable ده تحت منه سؤال، ده هوم ورك علينا. بعد كده عندنا جزء تاني لازم نحفظه، وهو يعني طبعا الحفظ هنا بمعنى ان انت تبقى عارف ايه الحاجات اللي انت لازم تعملها وايه الحاجات اللي انت مش لازم تعملها. هنا بيقول لنا listen read and learn او استمع واقرا وتعلم. how to be a good friend. how to be a good friend ازاي تكون صديق جيد. فبيقول لك هنا my rules for being a good friend. my rules القواعد بتاعتي for being a good friend علشان اكون صديق جيد. هنا اول حاجة you shouldn't do، لا يجب عليك ان تفعل.
you should do يجب عليك أن تفعل. تعالوا نقرأ you shouldn't do. Never make fun of your friends. It isn't kind to laugh at people. أيوة يبقى ما تضحكش أو ما تسخرش أبدا من أصدقائك لأن مش من اللطيف إن أنت تسخر من حد من الناس. تاني حاجة Never tell your friends secrets to other people. ما تقولش أسرار أصدقائك للناس التانية. Never spread rumors about your friends. ما تنشرش شائعات وأكاذيب حوالين أصحابك. Never pressure. Never pressure your pressure. Pressure. Never pressure. Never pressure your friend to do something he or she doesn't want to do. ما تضغطش على حد من أصحابك علشان يعمل حاجة هو مش عايز يعملها. طب دي الحاجات اللي هي you shouldn't do أو الحاجات اللي انت مش لازم تعملها. طب you should do. You should do يعني انت لازم تعمل listen to your friend's ideas. ان انت تستمع لآراء أصحابك. Support your friend. ان انت تدعم أصحابك. If you make your friend sad, it is good to apologize. لو انت عملت حاجة ضايقته من الجيد ان انت تقول sorry. Saying sorry is important. الاعتذار شيء مهم. Have fun together. ان انتوا تستمتعوا بوقتكم مع بعض. تعالوا نقرأ الباراجراف اللي في الصفحة دي عشان ده جزء من الدرس. فهنا بيقول لك look and read. انظر واقرأ. زي ما قلنا لازم نتعلم الريدنج لان الريدنج مهم قوي دلوقتي يا اصحابي. خلاص ما عدناش صغيرين. فزي ما احنا شايفين صديقنا واقف مع مامته وبيتكلم معاها. فهنا بيقول لها One day Tamer was sad when he came home from school. What is the matter? ايه الامر؟ ما الامر؟ Asked his mom. مامته سألته بتقول له كده شريف asked me why I didn't want to do the swimming competition. ليه شريف سألني أنا ليه مش عايز أشترك في مسابقة السباحة. I told him that I am scared. أنا خايف. Of water. بخاف من مية. But it was a secret. لكن ده كان سر. He told Adam and Wael and now everyone knows. هو راح قايل بقى لآدم والوائل وقفش السر ده وكلهم بقى عارفين ان هو بيخاف من المية. They are making fun of me. هما كمان دلوقتي بيسخروا مني. That wasn't very kind. ده مش حاجة كويسة خالص. حاجة مش لطيفة خالص. Of شريف. من شريف. Say Tamer's mom. The next day Tamer was a lot happier. Happier يعني سعيد أو أسعد بشكل أكبر. How was school today, Tamer? His mom asked. It was better, said Tamer, smiling. Sharif apologized for telling my secret, Adam. Adam and Wael said sorry for making fun of me. We are all friends again. كلنا بقينا أصحاب مرة تانية. ياريت طبعا نقرأ الباراجراف ده لوحدينا مرة واتنين. وطبعا الكلمات اللي مكتوبة in red line دي جنبها كل واحدة منهم رقم. هنا لو نسيت معنى الكلمة هتلاقيها مكتوبة في الجنب. تعالوا نروح للصفحات اللي بعد كده. خليكم معايا. طبعا دي الاكتيفيتيز على lesson 6 ودي homework. ونروح للسون 7 وهي عنوانها learn phonics with busy bee او نحن نتعلم نطق الحروف مع busy bee. فأنا بيقول لك listen and repeat. listen and repeat يعني استمع وكرر وردد. فأنا soft C. soft C أو حرف C بيتنطق إزاي؟ soft C sound like S. زي مثلا race يعني سباق. هنا C نطقناها كأنها S لأن هي soft C. وزي ده مثلا distance نطقناها هنا زي الاس. وزي كلمة city نطقنا السي برضو اس. وزي كلمة citadel
citadel. citadel citadel يعني قلعة، ونطقناها برضو S لأن هي soft C. وزي space. space space يعني فضاء، نطقناها C نطقناها S. وزي ice. ice ice يعني ثلج، ونطقناها زي ما تكون S. وزي mice. mice mice يعني فئران، ودي جمع ماوس، طبعا نطقناها S. وزي rice يعني أرز، ونطقناها S. وزي policeman يعني ضابط شرطة، ونطقناها برضو S. وزي bicycle نطقناها S. وزي face نطقناها S. وزي pencil نطقنا C برضو في pencil زي ما تكون S لأن هي soft C أو C ناعمة، C بتبقى في وسط الكلمة فبننطقها S وما بنميزهاش، فدي اسمها soft C. في عندنا بقى حاجة اسمها hard C أو C الخشنة، C الجامدة، وطبعا هنا في الوقت ده بننطقها كأنها K. الهارد سي، وطبعا سي ساوند هنا بتتنطق على انها لايك كي، زي مثلا كلمة كاروت. السي هنا نطقناها كي. وزي كلمة كلاب يعني نادي، ونطقناها كي. وزي كلمة كامل السي هنا نطقناها كي. وزي كوكي كعكة محلاة نطقناها كي. وزي clothes يعني ملابس نطقناها كي. وزي كاميرا نطقنا السي كي. وزي بلاستيك نطقناها كي. وزي بايسكل السي الاولانيه soft سي، السي الثانيه hard سي، فنطقنا السي الاولانيه اس، ونطقنا السي التانية كأنها كي. وزي كوفي نطقناها كي. وزي كيك نطقناها كي. وزي كولد نطقناها كي. وزي فاكت يعني حقيقة نطقنا السي كي. وزي كمبيوتر نطقنا السي كي. وزي كالر نطقنا السي كي. وزي ميوزك يعني موسيقى نطقنا السي كي. وزي كروكودايل او تمساح نطقنا السي اللي موجودة فيه كأنها كي لأنها هارد سي. فعندنا هنا بيقول لنا look and learn يعني انظر وتعلم. فبيقول لك هنا sound c sound like s if letter c is followed by i او e او y. يعني c sound c بتكون soft c وبننطقها s، لو c وراها على طول بعد منها على طول i او e او y، زي مثلا في ice جاي بعد منها E فهي بقت soft C وقلناها S. وزي كلمة city جاي بعد منها I على طول فنطقناها S. أما بقى الهارد C أو C اللي بتتنطق K بننطقها K لما يكون مبدوعة بأي other letter، زي مثلا أي حرف من الحروف التانية except الاي والاي والواي. يعني سي لو وراها اي حرف غير الاي والاي والواي بننطقها كي، زي مثلا كلمة بلاستيك هنا مش وراها اي حروف فنطقناها كي. وزي كامل وراها اي، وهي والاي دي طبعا الحرف الليتر اي ده لا هو اي ولا اي ولا واي فهتتنطق هنا كي. يبقى امتى بننطق السي اس وامتى بننطقها كي؟
لما السي تبقى وراها اي او اي او واي بنطقها اس، ولما يبقى وراها اي حرف تاني غير الاي او الاي او الواي بنطقها كي. شاطر جدا، هو ده الفونكس او درس الفونكس الموجود معانا النهارده. وطبعا الدروس وطبعا الاكسرسايز اللي بعد ده كلها هوم ورك. ونروح لليسون 8 و9، وطبعا هنا فيها بعض الكلمات مهم جدا نعرفها. طبعا اول حاجه بيقول لك listen and repeat، اسمع وكرر. وهنا بيقول لك goal cyclist، goal يعني مرمى او هدف. cyclist راكب دراجه، cyclist يعني راكب دراجه. heart قلب، heart heart قلب، heart يعني قلب. shape شكل، shape يعني شكل. famous مشهور. map خريطة. team فريق. score يسجل او يهدف او هدف، يسجل او هدف، يسجل او هدف. footballer لاعب كرة قدم. great pyramid الهرم الاكبر. شاطر. بعد كده في عندنا هنا extra vocabulary او كلمات زيادة لازم نعرفها. Egypt's national football team او منتخب مصر لكرة القدم. Egypt's national football team. وفي عندنا حاجة اسمها GPS او نظام تحديد المواقع العالمي. وفي عندنا direction او اتجاه. journey رحلة. journey يعني رحلة. season فصل او موسم. سنتيمتر وحدة قياس. متر وحدة قياس. second يعني ثانية. ثانية. minute دقيقة. يعني دقيقة. hour ساعة. hour يعني ساعة. كيلومتر. كيلومتر يعني كيلو متر، وده يعني ألف متر، دي وحدة قياس المسافات الكبيرة جدا. وأفريقيا كاب أوف نيشنز، أفريقيا كاب أوف نيشنز يعني كأس الأمم الأفريقية وكلنا عارفينه. وزي ما عرفنا المرة اللي فاتت إحنا عندنا تصريفات الأفعال دي لازم تتحفظ كويس، أو conjunctions of verbs تصريف الأفعال. وإحنا عرفنا إن الأفعال فيها regular أو فعل منتظم و irregular أو فعل غير منتظم فعل شاذ. الregular verbs أو الأفعال المنتظمة شكلها في المضارع بيكون قريب من شكلها في الماضي أو في الباست، بنحط لها دي أو اي دي أو اي اي دي وبتبقى في الباست. لكن الregular verbs أو الأفعال الشاذة الأفعال غير منتظمة شكلها في البريزنت أو في المضارع بيكون مختلف خالص عن شكلها في الباست أو الماضي. تعالوا ناخد بعض الأفعال ونحفظها كويس زي اسمنا. start يبدأ started بدأ. look ينظر looked نظر. happen يحدث happened حدث. challenged تحدى. cycle يركب دراجة cycled ركب دراجة. score يحرز هدف scored أحرز هدف. irregular الirregular verbs بقى أو الأفعال الغير منتظمة. get يحصل got حصل. break يكسر broke كسر. sit تمام. هنا طبعا عندنا كمان important expressions و prepositions أو تعبيرات وحروف جر هامة. set a world record set a world record يعني يسجل رقم قياسي رقم عالمي. all the time طول الوقت. on the map على الخريطة. the highest number of أكبر عدد من. طبعا اللي تحت منها هنا homework. طبعا هنا بيكلمنا عن اليونتس بتاعة الميجرمنتس ومن الصغير للكبير from small to large. انا read and identify يعني اقرا وتعرف.
units of measurements يعني وحدات القياس from small to large من الصغير للكبير. هنا بنتكلم عن ال time، فال time أو الوقت أول حاجة أو أصغر حاجة فيه seconds أو الثواني، وبعدين ال minutes أو الدقايق، وبعدين ال hours أو الساعات. دي ال measurement، دي ال units of measurements، دي ال units of measurements الخاصة بال time. ال distance أو المسافة، في عندنا سنتيمتر، في عندنا متر، وفي عندنا كيلومتر أو كيلومتر. طبعا هنا بيتكلمنا، والكلام ده حفظ طبعا مهم جدا إن احنا لازم نحفظه. بيقولك look read and circle، اقرأ وانظر واقرأ وبعدين ضع دائرة حولك. اقرأ كده. Aya started training for a running competition in January. It is July now. Look at the graph of her fastest times each month. هنا طبعا ده جايب لك جراف او جدول بياني، وطبعا شكلها شكل التقدم بتاعها من يوم من جانوري او من يناير لحد جولاي او لحد شهر 7 شهر يوليو، وهي اتطورت قد ايه. فبيقول لك هنا بعد ما تشوف الجدول ده هتشوف هتجاوب على الاسئله التاليه. فهو بيقول لك في اول واحده على سبيل المثال does the graph measure time or distance، هل يا ترى الجراف ده بيقيس الوقت ولا بيقيس المسافة؟ فانت هتبص هنا هتلاقي كاتب تايم، وكاتب لك 45 ثانية و 45 seconds 41 seconds 43 seconds، فالمفروض ان هو عامل لك سيركل حوالين التايم. تاني حاجة بيقول لك What was Aya's fastest time in January؟ ايه اسرع وقت، ايه اسرع سرعة جري بيها ايا في جانيوري؟ 45 seconds. فنعمل A circle حوالين 45 seconds. Is Aya getting faster or slower؟ هل يا ترى جاية هل يا ترى آية بتتقدم وبتبقى أسرع ولا بتبقى أبطأ؟ Faster لأن January بص 45، February بقت 41، مارش بقت 43، ابريل بقت 36، فبتجري نفس المسافة اللي هي 200 meters في وقت اقل، فهي بتجيتنج فاستر او بتبقى اسرع. طيب What happens to the line on the graph؟ ايه اللي حصل لللاين في الجراف؟ طبعا هو طبعا مش decreases يعني هبت او قل، لا هو increases او ايه زاد، لان هي سرعتها زادت. هنا world records او ارقام قياسية ارقام عالمية، فهنقرأ مع بعض what is a world record او يعني ايه world record. فبيقولك it is something which is the fastest, biggest, oldest or smallest، هي حاجة من الحاجات اللي هي الاسرع او الاكبر او الاقدم او الاصغر in the world في العالم، حاجة كده مميزة جدا يونيك فريدة. People in many different countries أو الناس من مختلف الدول like trying to make new world records، بيحبوا إن هم يعملوا أرقام عالمية جديدة all the time طول الوقت. Here are some famous Egyptian world records، تعالوا نشوف بعض الأرقام المصرية العالمية الموجودة، تعالوا نشوف بعض الأرقام المشهورة المصرية العالمية اللي عملها مصريين. فبيقول لك هنا Did you know يعني هل تعرف in 2017 and 2018 the Egyptian footballer Mohamed Salah set a world record when he played for the English team Liverpool. He scored the highest number of goals in one season at 32 goals. Egypt's national football team. Egypt's national football team يعني فريق المنتخب المصري القومي. Has a world record too. It is for winning
The Africa Cup of Nations. Africa Cup of Nations, كأس الأمم الأفريقية. منتخب مصر فاز بيه وعمل ريكورد لأنه فاز بيه رقم كبير جدا. The most times it won 7 times in 1950 1957 1959 1959 1998 1998 1998 1998 2006 2008 2010 2010. شوف هو فوزنا بيه كام مرة؟ فوزنا بيه 7 مرات، فده ريكورد برضو من او تسجيل او رقم قياسي محدش حققه غير المنتخب المصري. بيكلمنا هنا كمان وبيقول لنا and in 2018 cyclists او راكب الدراجات in Egypt made a new world record، عمل رقم قياسي عالمي جديد. they made the largest GPS، هم عملوا اكبر نظام مواقع عالمي drawing by bicycles اترسم عن طريق الدراجات. the challenge، التحدي was to cycle 761 كيلومتر، ان هم يدوسوا ان هم يركبوا الدراجات لمسافة 761 كيلومتر around Egypt حول مصر، هيلفوا مصر كلها. and record the direction، ويسجلوا الاتجاهات of the race الخاصة بالسباق. the cyclists المتسابقين او راكبي الدراجات started at the great pyramids of Giza، بدأوا من عند الهرم الأكبر في الجيزة. and it took 3 days to finish، وفضلوا 3 أيام لغاية ما خلصوا الريس الرهيب بتاعهم ده وعدوا المسافة الكبيرة دي. the picture of their journey، الصورة بتاعت الرحلة بتاعتهم made the shape of a heart، عملت شكل قلب on the map، على الخريطة. بص هنا في الخريطة هم عملوا شكل قلب كده على الخريطة، ودي حاجة كبيرة قوي محدش عملها قبل كده، ماشي كل المسافة دي حوالين مصر على شكل قلب. and it was important because it made people think about how important it is keep your heart healthy. هي طبعا كانت مهمة قوي لان هي كانت بتفكر الناس ازاي ان مهم جدا انت تخلي قلبك صحي وتخليه صحة جيدة. it is just Egyptian people، هما بس ناس مصريين who break world records، اللي كسروا رقم عالمي وعملوا رقم جديد. The Egyptian Mo is the fastest cat، القطة المصرية اللي اسمها Egyptian Mo دي أسرع قطة in the world، في العالم. the fastest cat in the world. it can run up to 48 كيلومتر an hour، تقدر تجري بسرعة 48 كيلومتر في الساعة. طبعا ده برضو ريكورد وعمله الايجيبشن مو او القط المصري. طبعا هنا كده خلصنا ليسون 9 وخلصنا معاه يونت 1، الاكسرسايزز والاكتيفيتيز الموجوده عندنا هنا هوم ورك لحد نهايه يونت 1. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. المره الجايه ان شاء الله هنبتدي مع بعض يونت 2 وبادي ماترز او مهام الجسم. طبعا احنا وصلنا لحد بيج 68 في كتاب المعاصر. اتمنى ان انت تحل الهوم ورك بتاعك قبل الدرس الجاي. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.